أهلا بكم في حلقة اليوم، نناقش مسألة ترشيد النفقات والجدل الدائر حول غياب الحكم الراشدي في الجزائر مع انهيار أسعار النفط التي فرضت هذه الانهيارات في أسعار النفط فرضت على الحكومة الجزائرية عقد اجتماعات لدراسة تأثيرات هذا الانهيار بما له من تبعات على التوازنات المالية للبلاد. البلاد التي تعتمد على 98% من على النفط والغاز. وفيما يبدو أن الخطاب الرسمي تغير من التعبير بثقة زائدة عن قدرة البلاد على تجاوز أي صدمة مالية بفعل تراجع النفط إلى ما تنقله وسائل الإعلام الجزائرية عن توجه الحكومة إلى مراجعة الإنفاق العام الذي بلغ معدلات خرافية من التبديد والفساد في السنوات الماضية مع البحبوحة المالية وسط أسئلة مرحة هنا حول غياب الحكامة والإدارة الراشدة التي تعرف كيف توفر الدور الأبيض لليوم الأسود وترهن البلاد ومقدراتها ومستقبلها في سياسة ريعية زبائنية. تأتي هذه المخاوف من تبعات انهيار أسعار النفط وسط احتقان سياسي وأسئلة حول فراغ منصب الرئاسة مع الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي تقول صحيفة الوطن الجزائرية على موقعها اليوم نقلا عن صحيفة لو فيغارو الفرنسية التي نقلت بدورها الخبر عن موقع مغرب كونفيدونسيال أن بوتفليقة يكون قد نقل اليوم مرة أخرى للعلاج في فرنسا في مستشفى فالدوغاس. تأتي هذه التطورات كذلك مع دعوة الجيش الجزائري عبر مجلته دعوة المعارضة إلى عدم الزج بالجيش في الشأن السياسي والابتعاد عن ما أسمته المجلة خطاب التحريض والمغالطات والطعن في مؤسسات الدولة، فيما اعتبر تأكيدا آخر من قيادة الجيش على دعم حكم الرئيس بوتفليقة وردا من الجيش على أحزاب المعارضة والشخصيات التي دعت إلى أن يلعب الجيش دورا في الانتقال الديمقراطي في البلاد. لمناقشة هذا الموضوع معنا بداية عبر خدمة سكايب من الولايات المتحدة الإعلامي الجزائري محمد العربي زويمية. محمد العربي زويمية، بداية أنباء تتحدث عن نقل الرئيس بوتفليقة للعلاج مرة أخرى في باريس في فال دو غراس. طبعا لا يمكن الحديث عن الحكم والحكم الراشد أو أي حكم في الجزائر دون الحديث عن المفروض رمز الحكم، رأس الحكم في الجزائر، رئيس بوتفليقة. أسئلة كثيرة تطرح حول وضعه الصحي مع هذه الأنباء. مساء الخير الأخ جمال الدين، تسمعوني يا أخي؟ نعم نسمعك، تفضل. تحياتي للمشاهدين تاع قناة المغاربية. أنا قريت لا ديباش هذه، يعني ما نتكلمش على المرض، أنا يعني ما نتكلمش على المرض تاع الرئيس، الناس الكل تقدر تمرض، ولكن اون فافوار كيفاش رايحين يجيريو هالعملية هذه، يجيريو هالهوسبيتاليزاسيون هذه من الناحية الإعلامية. قال الرئيس انتقل اليوم، هذا هو المشكلة في المؤسسات، المشكلة مش هي المشكلة الأولى، ولكن من بعض المشاكل الكبيرة التي يعني يتميز بها هالزمره هذه اللي حكمت البلاد. دونك احنا نعطونا رياكسيون تاع هالدوله هذه كيف تفونكسيوني بور بريزيدون. لو بريزيدون سي اون يعني رئيس تاع بلاد، يعني مش سي بريزيدون تاع امه كامله 40 مليون بشر و2 ملايين و300 و2 ملايين كيلومتر، اكثر من 2 ملايين و3.3 كيلومتر مربع. اون فافوار لا رياكسيون. دونك من بين هما صفاتهم ومن بين لا ديلينكونس دو ليطا، يعني انحراف الدوله، سي سيت كوميونيكاسيون قلت لك قبل تاع اون سونس انتيرتي، ما عندهم حتى علاقه، سي كلانيك، سي رورال، سي اركايك، يعني مش مؤسسه مودرن تاع مش يعني نظام عصري يفونكسيوني. ان كومينيكي دو لا بريزيدونس، لو بريزيدون راح لفرنسا باش يداوي، وكي يرجع قال لو بريزيدون اي ريفوني يو رونكونت على باسكو لا سونتي دو بريزيدون سي اون افير تاع الامه قبل ما تكون الافير تاع العيله تاعو.
فيما يخص، تسمعوني؟ نعم نسمعك. فيما يخص ما قالته مجلة الجيش، نعم، أنا ما قبل أن نأتي إلى ما قالته مجلة الجيش، يعني نعم الآن الجزائر، الحدث في الجزائر، الانشغال أيضا، الخوف في الجزائر هو موضوع انخفاض أسعار النفط. طبعا يبدو أن الحكومة في حالة هلع من هذا الانخفاض، مع أنه المفروض هذا الموضوع كانت هناك تحذيرات للحكومة الجزائرية من عدم الاعتماد على النفط، وأن هذه الأسعار معرضة للتراجع. كيف تفسر هذا الشعور بهذا البانيك، التي هذا الرعب الذي تتعرض إليه الحكومة الجزائرية من مفروض يعني طارئ متوقع، يعني أن تنخفض أسعار النفط؟ الكثير حذر من هذا قبله. لانه انا قلت لك من قبل، لان الدوله مش مؤسسات، الدوله ما عندها حتى ان بلان، ما عندها حتى مخطط، الدوله ما عندهاش اقتصاد، وقالها غازي حيدوسي في الحصه تاعكم، ما عندها لا ايكونومي، ما عندها حتى شيء، سي ان بيي اركايك، ما عنده حتى صفه، قاعد يغر بالجزائريين، قاعد يدفع البلد ان سيساسيون بايمون. لازم الناس تفهم، لازم الناس تفهم، الناس العمال هذوم لي سالاريي، الناس الخدامين لازم يفهموا بلي راهو الاسر تاعهم اون جو. اون بو با كونتينيو باش نقولوا الشعر لو بيي هذا راهو يمشي ماشي 98%، لو بيدجي نتاعو بون نصدروا 98% فقط، يعني المداخل تاعنا للتصدير 98 ولا 99% جايه من محروقات التصدير، ولكن لو بيدجي نتاع الدوله هذه راهو مبني على فيسكاليتي بتروليير بنسبه توصل 78%. ما كانش في الارض حتى الدول الافريقيه، حتى الدول البدائيه، حتى وقت العباسيين، حتى وقت الامويين، ما كانش دوله كيما هذه كو لو بيدجي دو ليتا ريبوز سور اون فيسكاليتي راهو مبني على اون فيسكاليتي بترولير بنسبه 78%. مي سي امبوسيبل، هذا الانتحار، سي لو سويسيد، سي ان بيي دانكومبيتون. وذوك الناس لازم نزيدوا نقولوا احنا مشنا قاعدين، يعني قاعدين نديروا في الديماغوجيه ولا عندنا دي كونتينر في ليبور، احنا خدامين حزام. نقولوا لي زالجيريان لازم يفهم بالوطنيه الاولى تاعو تبدا في العيله تاعو، تبدا في الولاد نتاعو، تبدا في السالير نتاعو، تبدا في الدفاع على روحه هو ده. والدفاع على روحه الاول مشوا مع سلال سوبريفي، ومشوا مع غول، ومشوا مع مارا بنيوز. الفو كي سي جون لا دي غير بيس، هل 10000 مسؤول هذم جو بونس، واحد 10000 قاعدين يفتكوا في الارض، دي غيربيس ما عندها حتى حل اخر. ما نقدرش نديروا العتاب، لا سيتياسيون ماشي مليحه تاع الجزائر، وسوني با القايد صالح اللي راح يقول لي ماشي مليحه، وسوني با هو اللي راح يقول لي مليحه بليتو، وسوني با ليكونومي يعني واضحه. نيمبورت كيل سبيسياليست يا خويا، اقرا الول ستريت، اقرا ليكونوميست، اقرا نيمبورت كيل جورنال، سي ان بيي اركايك، سي ان بيي كي نافيغا في راهو قاعد يسبح، ما عنده حتى قبطان، قاعد هامل يجبدوا واحد الركاكه، واحد الخشب اللي جامي شفته حتى في القرون، حتى في السبعينات، اقسم بالله العلي العظيم في السبعينات تشوف سوبريفي، ان سوبريفي عنده ستاندار اوروبيان، رعيان عاد. طيب مش ضد الرعيانه، ضد طيب العويل. خليك معنا محمد العربي زوامية، خليك معنا وخلينا من هذه المصطلحات لو سمحت. معنا الان عبر الهاتف من الجزائر الاستاذ سعد بوعقبه الكاتب الصحفي. استاذ سعد بوعقبه، يعود الحديث عن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقه مع هذه الانباء التي تتحدث عن نقله مره اخرى للعلاج في فرنسا، في فال دو غراس كما تنقل لو فيغارو ومواقع اخرى بين حتى الوطن. هل لديك معلومات، هل معلومات في الجزائر حول هذا الموضوع؟ ليست لدي معلومات، ولكن لسنا ندري اذا الخبر هذا صحيح او غير صحيح. حتى لو كان يكون غير صحيح، عمليا الرئيس لا يدير شؤون البلد من مكتبه في الرئاسه، يدير من تقريبا منذ ان عاد من فال دو غراس، وهو يدير دفه الحكم من بيته في زرالدا. يعني يكون في بيته، ولا يكون في فال دو غراس، ولا يكون في غرونوبل، ولا يكون في اي مساحه، الامر سيان، يعني نفس الاشخاص اللي يديروا في الدوله باسمه يديروها من اي مكان، سواء من غرفه النوم، ولا من مساحه في فرنسا، او في اي دوله اجنبيه. الامر ليس جديد في هذه الجديد هو ان لا قدر الله لو لا يحصل للرئيس اي شيء في هذا الظرف،
ومؤسسات الدولة كلها مهلهلة، ليس هناك مؤسسة واحدة متماسكة ويمكن أن يعول عليها في دفع البلاد نحو مخرج مقبول، لأن الوضع اللي أوصل إليه بوتفليقة البلاد أن المؤسسات كلها مهترئة وكلها شبه مهلهلة، فغيابه هو كمؤسسة في الظرف الحالي يثير مخاوف كبيرة في البلاد حقيقة. هذا هو التعليق بتاعي. هل هذه المخاوف تزداد مع هذا الانهيار لأسعار النفط في اعتقاد؟ انخفاض اسعار النفط عنده علاقه بصوره اخرى من صور الفساد في البلاد، لان يعني يمكن نفاجئ الناس ونقول بلي انا سعيد انه ينخفض سعر البترول، لان انخفاض سعر البترول ستكون له عواقب جيده على مستوى كبح جناح الفساد. حقيقة ارتفاع أسعار البترول هو اللي نمى الفساد بصورة غير مقبولة وغير معقولة في الجزائر في السنوات الأخيرة، حتى أن الفساد ولا له سطوة على مؤسسات الدولة، حتى العدالة، حتى البرلمان، حتى المؤسسات الأمن في الجيش، حتى الشرطة، كل الناس الفساد ولا عنده سطوة عالية جدا. ويمكن نلاحظ فقط يعني من ليس من الصدف أن كل ملفات الفساد الكبرى ظهرت في 15 سنة اللي حكم فيها بوتفليقة الجزائر، وأن هذه المؤسسة الملفات على الفساد الكبرى ولا واحدة منها قدمت للعدالة وتم علاجها. الخليفة عنده 10 سنوات، البي ار سي شردوا القضاة من اجل ان لا يظهر الملف للوجود، طريق سيار مازال مقبور الملف، الاحتياط الفلاحي مازال مقبور الملف، ولكن في المقابل الاستاذ سعد وعقبه هناك من يقول سنوات وهو في الحبس الاحتياطي. طيب، ولكن في المقابل هناك من يقول الاستاذ سعد وعقبه ربما هذا من يحاول عليه التركيز فقط، خصوم حكم الرئيس بوتفليقة، أنصاره يقولون أنه أعاد الأمن والاستقرار للجزائر، وأنه حدثت فضائح فساد قبل ذلك، يعني قبل وصول بوتفليقة، يعني فضيحة 26 مليار دولار مثلا التي أثارها الإبراهيمي وقضايا أخرى، يعني ما ردك؟ عودة الأمن للبلاد ليس صناعة من صناعات بوتفليقة. لا حقيقة، يعني ماذا تنتظر من بلد مات فيها 200 ألف سوى أنها ترك العودة للسلم بأي طريقة كانت، سواء عن طريق التوبة بين المسلحين في النظام والمسلحين في المعارضة أو بطرق أخرى، لأن ما حدث في الجزائر هو أن جزء من المسلحين في النظام وجزء من المسلحين في المعارضة داروا تعاونية للقتل الجماعي في الجزائر وقتلوا 200 ألف ومن بعد تفاهموا، والآن هم متفاهمين وراهم يتلاقوا في رئاسة الجمهورية ويتناقشوا حول وضع الدستور للسلطة للشعب الجزائري، دستور مسلح، يعني كأن البلاد ما بقى فيها والو، بقى فيها غير المسلحين تاع مدني مزراق والمسلحين تاع مؤسسات مشبوهة. طبعا يعني هذا طبعا يقودنا الحديث عن الجيش في مجلته اليوم يدعو المعارضة، أو أمس في هذا العدد هذا الشهر مجلة الجيش يدعو المعارضة إلى الكف في التحريض والطعن في مؤسسات الدولة، وكأنه يؤكد مرة أخرى ما قاله قائد أركان الجيش، ما نقلته صحيفة الخبر قبل أيام، يعني فيما هو يعتبر دعم واضح لحكم الرئيس بوتفليقة ورد على المعارضة التي تدعوه إلى أن يلعب دورا في الانتقال الديمقراطي. بطبيعة الحال المعارضة ليس من حقها أنها تحرض الشعب على الجيش، ولكن أيضا الجيش ليس من حقه أن يحمي حكم فاسد. من حق الشعب على الجيش أن الجيش يلتزم حدوده فيما يتعلق بالمصالح العليا للبلد، ومن المصالح العليا للبلد أن لا يحمي الفساد ولا يحمي سوء تسيير البلاد.
هذا هو اللي لازم يكون. والمعارضه لم تفتح النار على في حدود معلوماتي، لم تفتح النار على الجيش، لانه هو قائم بمهمته ولم يتدخل في السياسه وفي العراق بين السياسيين، والمعارضه تلفظت عليه. هو اللي دار تصريح سواء عن حسن نيه او عن سوء نيه او تقولوا عليه، فقد خرج للراي العام انه شبه انه يدافع على النظام ادى الى ما وصلت اليه البلاد من فساد ومن سوء تسيير ومن يعني عدم وجود افق يسمح، والقلق العام اصبح في البلاد. شكرا جزيلا لك سعد وعقبة، كاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. ما رايك في هذا الموضوع محمد عربي زويمية وموقف الجيش؟ يا سي جمال، الجيش الوطني الشعبي هو جيش الجزائريين كلهم، جيش الجنرال قايد صالح كما جيش سفيان جيلاني كما جيش سعيد سعدي كما جيش هذا جيش الجزائري. الانستيتيوشن ابارتيان ا تو لو بوبل الجيريان، ليتا الجيريان، الشعب هو ليتا، هو تيريتوار، هذا هو المفهوم تاع الجيش. درك واحد حاكم الجيش قايد صالح حاكم الجيش ويدير تصريح، انا ما شفتلوش ديريكتومون قال تصريح، ما قريتش تصريح ديريكت قال يعني هكذا، ما سمعتوش بدات قريت. ولكن احنا واش نقولوا باللي قايد صالح هذايا اللي ريسبونسابل على الارمي، ان اوكان دروا دو سوميلي دو لا بوليتيك، ما عنده حتى حق باش يتدخل في السياسه، يحب يدير سياسه يخرج من الجيش ويدير حزب ويترشح باش يولي رئيس. ولكن اليس هو الخطاب في الجيش انه هو بالعكس يدعو الى عدم الزج بالجيش في السياسه؟ ولكن فيها خطاب القايد صالح يضفي يعطي نوع من الشرعيه لبوتفليقه، بوتفليقه مش ثوابت وطنيه، لا هو قايد صالح من ثوابت الوطنيه لا بوتفليقه من ثوابت الوطنيه. قايد صالح يدوا تتر اليكار يمشي مؤسسه، المؤسسه هذه طيب فيها اولادنا، ولكن هو يقول بانه بوتفليقه جاء نتاج شرعيه شعبيه، انتخابات رئاسيه ماضيه. هذا يبقى رايه هو. بوتفليقه سي ان بريزيدون ايليجيتيم اللي ايفيكتيف، راهو فعلي وليس شرعي. دركا انا نقول غير شرعي، كيف انت قايد صالح تقول لي شرعي؟ تسالني انا نقول غير شرعي، وانا رايي باللي البلاد ما تمشيش مليح، وفي عقليتي انا كيما تتعمل في الدول الكل في الامم، باسكو قال لك السياسه ما تدارش كيما هكا، هاي السياسه زي واش تدار؟ تدار انه في اي بلاد في الارض الناس تتلم بور ديستيتي ان بريزيدون وان غوفرنمون، سا سو في بوليتيكمون سا سو في. واذا كان نشر البلبله يا اخي، واش نقول لك نشر البلبله؟ انا نجي نقول لك بجاويده 267 مليون تقول لي نشر البلبله؟ انت يا اذا كان الوطنيه تاع الجيش الوطني الشعبي انت مسؤول، تي دوا موبيليزي لا سيكوريتي ميليتير، دير له خمس حنوشه يكيدنابيوه كيلكو بار في سنغافوره ويجيبوه قدام الجوج، هذه هي الوطنيه. من لا يدافع على الوطن وعلى اقتصاد الوطن لا ما عنده حتى حق باش يدير لي درس، حتى في الثوره راني قبله اذا كان هو يهدر بالثوره. بون احنا نقولوا باللي الجزائريين كل من حقهم في الكرامه وعندهم حق في المواطنه، من قايد صالح البوتفليقه واحد ما عنده الحق يتعدى على كرامه واحد، واحد ما عنده الحق يتعدى على مواطنه واحد، اكل احنا سواسيه، ليطا لازم يكون كيما هك دو دروا، نو سيتيزن ليفت بيهايند، ما كانش مواطن يبقى من الخلف. ولكن هناك انكادراج تاع المؤسسات، لانتي ابارتي ا تو لي الجيريان، انا غدوه توقع حرب يا خويا اللي يحب يهبط يهبط، انا نهبط، نعيط لقايد صالح نقول له اعطيني سلاح وقول لي وين نروح، سي تو. اما اخر انا نقول غير شرعي، نقول اليوم غير شرعي، وغدوه نقول غير شرعي. وانا جو مانسكري دون لو ترافاي دو لوبوزيسيون اي جو وانا جو سوي سيمباتيزون دو ار سي دي بوتو اي سكو جو دي سي كو حنا ندفعوا بالناس باش يديروا لو كونسنسوس، حنا ما اخترعنا حتى شيء، نشوفوا كيفاش الامم تخدم ونخدموا زيهم. ان ايتا فونكسيون افيك ان كونسنسوس، اي لو كونسنسوس المليح اللي نشوف فيه هنايا سي ان اف دي سي ان اسباس واسع واضح، الفيترين واضحين، اللي يحب يهضر يتفضل خويا، ونخرج طيب. الفكره افيك ان كونسنسوس بور شونجي سي جون اي لي ميتر اون كونجي ديفينيتيف. طيب ابقى معنا محمد العربي زويمية، انضم الينا الان عبر الهاتف من الجزائر الاعلامي الجزائري عبد الوكيل بلام. عبد الوكيل بلام، هل من معلومات في الجزائر حول نقل الرئيس بوتفليقه ما تنقله وسائل الاعلام الفرنسيه نقله مره اخرى الى فالدوغراس للعلاج؟ عليكم سيدي، لما يعني نتلقى
هذه المعلومات نقل رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى باريس إلا عن طريق بعض المواقع التي تحدثت عن نقله إلى مستشفى دغاس وليس إلى غرنوبل كما كان في المرة الماضية. فيما على ذلك لم تؤكد الرئاسة كعادتها الخبر ولم تنفي يعني صمت مطبق يفضله القائمون على الشأن السياسي في الجزائر كوسيلة اتصال مفضلة. طبعا كما قلت المرة الماضية نحن لم نرقى بعد إلى كرمكم الله إلى كلبة بوش التي تحدث وصدر بشأن وفاتها بيان ذات يوم في البيت الأبيض حينما توفت بيان معزي آل بوش في موت كلبة. أما نحن عندما يتنقل الرئيس أو لا يتنقل إلى مستشفيات لإجراء بعض الفحوصات وليعالج فلا يهم القائمين على الشأن السياسي في الجزائر أن يطمئنوا الرأي العام على صحة رئيسهم. طيب ولكن في المقابل طبعا من في الحكومة مثلا سلال قال هكا من مرة رئيس أكبر حزب في الجزائر والذي يقول المفروض أنه يقود الحكومة الأفلان عمار سعداني بأن هناك مؤسسات في الجزائر، يعني حتى وإن ينقل الرئيس إلى العلاج أو حتى وإن يغيب الرئيس ليس هناك إشكال، هناك حكومة تسير أمور البلد وهناك مؤسسات في هذا البلد. يعني هذا لا يعني لا يعدو عن كونه استهزاء برأي العام واستهزاء بالشعب وبالمواطنين وضحك على الأذقان كما يقول أخوتنا المصريين. يعني في هذه الحالة أيضا يمكننا أن نلغي الرئاسة كمؤسسة أو نلغي الرئيس ولتسير الدولة بمؤسستها التي تحدث عنها هؤلاء الموظفون. من هذا سلال الذي تحدث عنه؟ أين هي هذه المؤسسات؟ أين هذه المؤسسات؟ تعقيبا على ما جاء في تدخلات صديقي الذين سبقاني لقي صالح عندما يتحدث عن عدم التدخل في الشأن السياسي ثم يستقبل ذات يوم رئيس حزب العمال سيد الزحنون ليس هذا تدخل في الشؤون السياسية. لو كانت تعلم أن ذاك لويزة حنون أن في الجزائر مؤسسات بإمكانها أن تسعى لحسن صيغة العملية الانتخابية لماذا جاءت إلى طلب لقاء مع نائب وزير الدفاع وقائد الأركان؟ ليس هناك مؤسسات في الجزائر، في هناك مؤسسة شرعية معينة، في هناك مجلس محاسبة لا يمكن أن يتعدى عمله عن إصدار بعض التقارير التي لا تنشر جلها في الجزائر. في هناك مؤسسات محلية تحكم فيها معينون مثل الولاة ومن لفهم. الجزائر يا سيدي سبح لنا وإهمال وهملة على كل المستويات. لا يمكننا أن نتحدث عن حياة سياسية ممأسسة، في الجزائر أيضا في هناك يعني إهمال تام للشأن السياسي ولا مبالاة تامة بما قد يعتقده المواطن أو الطبقة. طيب ولكن في المقابل كيف ماذا تعتبر هذا الحكومة لما رأت الأمور انهيار أسعار النفط اجتمعت كم من مرة بسلال في مجلس وزاري ويبدو أن هناك سياسة جديدة يعني أنه تخفيف النفقات وترشيدها؟ لا هم الان يبدو لي انهم تحت يعني تحت صدمه هذا يعني الانخفاض الذي فاجأهم ولم يكونوا يتوقعونه، وظني انهم يعني في حاله الان من التردد وفي حاله من التيه. دعوا الى ما سموه اعاده تاطير قانون الماليه بعد ان ادركوا انهم اخطاوا وان المصروفات التي رصدوها للقطاعات مبالغه ولم تاخذ بعين الاعتبار يعني اضطرابات سوق النفط. هم يعتمدون اعتمادا كليا على الريوع النفطيه، لا يتخبطون ويبحثون عن بديل ويبحثون عن ملاذ ينقذهم مما
قد يقع فيه، وهذا الواقع الذي حذر منه رئيس حكومة بيتو، هذا الذي حذر منه بنواري، هذا الذي حذر منه سيد أحمد غزالي، حتى قالوا العمية أن الذي سيقع وأن الذي سيعصف بحكمكم هو انهيار سوق البترول، وليس إلا هي ما دمتم تعتمدون عليها فنحن يعني ملاذنا ويعني وإنقاذنا هو شعب الأوبك. طيب طبعا هذا الجدل يأتي أيضا في وقت أسئلة تطرح حول هذه الحكامة الراشدة في الجزائر، يعني أنت تقول بأنهم تفاجؤوا، يعني المفروض لا يعني لن يتفاجؤوا بانهيار أسعار النفط، يعني الكثير من التحذيرات قالت بأنه لا يجب الاعتماد على أسعار النفط مهما كان يعني ارتفاعها، ليست ضمانة على المدى البعيد. هذه الأسئلة التي تطرح حول الحكامة في وقت الجزائر صرفت منذ وصول الرئيس بوتفليقة تقديرات تقول 800 مليار دولار، وأموال كانت تصرف حتى في كثير من المهرجانات الثقافية، ما زالت قسنطينة عاصمة الثقافة، دول عربية لم تتحمس لاحتضان العاصمة عاصمة الثقافة العربية فيما تحمست الجزائر وقسنطينة بملايير الدولارات أو ملايير الدينارات، بملايين الدولارات ستخصص لهذه التدهور. وهذا هو الدليل على انهم يحكمون بمنطق حين اليوم وقتني غدوه، بمنطق دي جور لو جور، ما دامت الجزائر بخير اليوم فلا يهمنا مآلها ومصيرها غدا. هذا دليل على الغباء الذي يحكمنا، كيف لمجموعه من الفاسدين يحكمون البلد ب 800 او 850 مليار دولار ليبقى على ما هو عليه. هؤلاء كانوا يتحسبون لخدمة النفط في 2017، وفي 2017 مثل ما يقول الجزائري حي وميت، فإذا بها تفاجئهم اليوم ونزلت إلى مستويات لم يكونوا يتوقعونها. حتى بنك الجزائر في آخر تقريره قال لم يكن أن تنزل إلى ما تحت 35%، وهذا انخفاض رهيب لم يكن لأنه لا مداخلهم الآن، صادرات الجزائر من خارج البترول لا تتجاوز المليار دولار. بعض الشركات البسيطة في الجزائر اللي يسمح لها بالنشاط لصدرت أكثر من صدور دولة بأكملها، ولذلك هم فعلا يتخبطون، ويتجلى ذلك في تصور أنه يعني يجي رئيس حزب ويدعي ما يدعي أنه يحوز الأغلبية في البرلمان وغير ذلك، يتهجم على دولة ويتهمها أنها تسعى لتركيع الجزائر، وتوظيف كلمة الركوع والتركيع والإخضاع دليل أيضا على تخبط، ودليل على خوف إنهم يريدون، وهل أي وقوف هذا وأي شموخ هذا وأي انتصاب هذا الذي أنتم فيه حتى يسعى الغير لفاتيعكم؟ أنتم في الأصل منبطحون، أنتم تحت الركوع وتحت السجود، طيب تزحفون على بطونكم. طيب خليك معنا عبد الوكيل بلام، ما رايك محمد العربي زويمية في هذا الموضوع؟ طبعا عبد الوكيل بلام يشير الى عمار سعدان الذي قال بانه انخفاض اسعار النفط مؤامره امريكيه سعوديه غربيه لتركيع الجزائر، مع انه انت في الولايات المتحده، يعني الولايات المتحده هي ايضا في ازمه، شركاتها مهدده بالافلاس اليوم، بنك انجلترا حذر من أجمع عالميه جيوستراتيجيه، واشار بشكل خاص الى شركه النفط والغاز الأمريكية التي تعتمد على الغاز، التي تنشط في الغاز الصخري، من أنها معرضة للإفلاس بما له من تبعات على الاقتصاد الأمريكي وحتى على الاقتصاد العالمي. أنا ما نقدرش نعلق لك على ما قال، ما عندوش حد ما قال تاع سيد تاع الفلان، ما نقدرش نعلق عليه لأنه ما عندوش دي زيليمون داناليز ايكونوميك، مش مبني على العناصر يعني تاع التحليل. من سنة 2000 قلنا، من سنة 2000 أنا كنت نكتب في كوتيديان دوران بزاف، وقلنا أتونسيون من الكروكونجوم، هذا الكروكونجوم صافي دير لي راحين نعيشوه حنايا. سي كو أولا بدينا نعيشوه بعد من 2007، لأنه أبارتير من 2007 الولايات المتحدة ما عادش تستورد الغاز الجزائري، عاد تستوردو عن طريق ستيتول حتى 2010، إي بلو يا بلو دو باتو يا بلو دو غاز ألجيريان بور لي زيتازيني. والان حتى في البترول بداو بالجزائر بعد ريدكسيون. لا علينا، انا ما قدرش نحلل واش يهدر السيد هذاك، رغم انه ساعات احيانا يظهر نوع من الانسجام في الافكار تاعو كما يبداش يخلط شويه ويهدر على المعارضه. وثاني نطلب فقط عندي اذا كنت تسمح لي، بعض الصحفيين عندنا احنا
الصحفي باش يكون قوي ويكون حر ما يدخلش في ليكلون. الصحفي القوه تاعو في الحريه تاعو، سا ليبرتي سي سا فورس، كيعود ليبر دو تو ليكلون واحد ما يكسره مهما تكون سيفتو، ونيمبورت لو كان ما يقدرش يدير عليه الاربيتراج. ما نقدرش نروح ندخل انا في سعداني عنده 300 مليون دولار، ما عندوش واحد يصور فيه كاع اللي قاعد يصور فيه، علاه ما صورش لي قبل؟ ما عنده الفو با واحد يدخل في ليكلون هذوما تاعهم باش يدخل هذا بهذا. حنا لانتيريسي للبلاد نتاعنا لازم ما عندنا حتى وسموه مع واحد، عندنا ما عندنا حتى ميول مع واحد، الميول الوحيد هو لانتيري دو ليتا دو فاسون اسكو البلاد هذه تقدر تمشي باقتصاد مليح والانسان عنده ان بون سالير، بريزون شارج تاع في لا سونتي، في لي زافير سوسيو، في النقل، في كلش كيما نعيشوا كيما الناس الكل ولاباس علينا، سي سا لوبجيكتيف. مانتونون هاك تشوف هذه راح توقع بيان سور دوبوي لونتون توقع، لانه البلاد اللي صرفت 800 مليار دولار يعني والغرابه يعني سي سي سي, سي ديبيل بارفوا تحب تهبل، ومشي قادره ماشي كانتش قادره باش تكونستيتي ان فون سوفران يعني صندوق سيادي ويستنوا الخليج على 500 مليون ويبعثوا دي ديليغاسيون الور كو هو الى في لا بوسيبيليتي. هذاك اللي يسموه الريغولاسيون عندهم واحد الاسامي غريبه، صندوق ضبط الايرادات. ها شوف الهضره دي ظهر خشب بعد يعني هذا هو يعني هو صندوق يعني اللي نشرح للمشاهدين يعني على اساس الحكومه ال 37 دولار السعر المرجعي للميزانيه والفارق يوضع في هذا الصندوق الذي بدا ايضا الحكومه تلجا اليه مع تراجع اسعار النفط. Ça n'existe pas. Les gens, tous les gouvernements qui font les dépenses publiques ne font pas comme ça. Nous, on avait Fayez Taaswarad, on avait qui est le fonds souverain de l'Algérie. علاه نيجيريا عندها فون زوفران تاع مليار دولار عملت لها عملت له مجلس اداره وبرنامج استثماري مليار عاملين عليه قصه، وحنا وصل لواحد الوقت 700 77 مليار دولار هذا الصندوق جو سي با وهبط ما عملش تعاود فراغ. اي بوي في لا نوتاسيون تاعو ان اوبتيان كو ان سور دي سي لو ديرني في الارض. علاه لو فون هذا ما كانش ما توظفش الدعم بعض الاستثمارات؟ سيدي كان المشكل في الجزائر جاشيت ا لندن كوم تو لي جون جاشيت اوز ايتازوني نعمل دي زوبيراسيون كيما علاه قطر ديار قطر مليار حنا كنا قادرين نشريو دي باتيس في لي ايتازوني افيك ان انفستيسمون او نون دو غوفرنمون الجيريان. ما عنديش الاطار كي خويا نسلك ندير كيما عمان ما يتفلش. شوف الناس ساعات هذوك تاع الخليج. والمفارقه يقال محمد العربي زويميه في موضوع الحكامه الراشده انه قطر انه في زياره امير قطر قبل سنتين الامير الوالد انه طرح موضوع ان تساهم قطر تساعد الجزائر في الاستثمار في انشاء صندوق سيادي، مع انه يعني الجزائر التي لها من الخبراء ومن التاريخ المفروض يعني تتلمذ على يد قطر مثلا. معليش مش المشكله اذا كان هذاك ما عنديش انا ما عنديش مشكلة. أنا الناس إذا كنت تبقى تسب لي في قطر عليه تسب فيه أنت. أنا كاين حوايج أوبجيكتيف تنقدروا نتلاقوا فيها مع قطر، يفو تتر الريزونمون تاع الدولة. أنا واش ندخلني في الناس؟ أنا كل يوم أنا ندبر على قطر وندبر على السعودية وندبر على الأخر وندبر على الأخر، وأنا مش قال لك وأنا حوالي مهلوكة وقاعد ننسى. قطر عندها أون إكسبيريونس ولا هي ديجا قطر سي لو بيي أراب لو بلو إنديبوندون، لأنه مش كيما الامارات كاين لي بريسك سو لا بوت امريكان، مي قادر البو مانوفري حتى في الديسيزيون بوليتيك، كيلكو سوا التوجه السياسي تاعو الله يسهل عليه. لا 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 احنا نتحدث هنا عن يعني المفارقات على موضوع الحكامه الراشده، يعني المفارقات هذه الاموال التي في الجزائر التي كانت لها قاعده صناعيه في السبعينات قبل ان تولد حتى دول الخليج، يعني قبل ان تنشا دول الخليج ان تنتهي بها الأمر إلى أنه هكذا الأموال تصرف. يعني دول الخليج مثلا لم تتشجع أو لم تتحمس بالأحرى لاحتضان عاصمة الثقافة العربية برغم أنها لها الأموال، فيما تحمست الجزائر وقسنطينة ستصرف الأموال، ويقال أنه ستدشن هذه التظاهرة أصلا بكسكس عملاق على جسور قسنطينة، هذه الأموال التي ترمى هكذا. لفزاد ولا القعاد قال لك احنا بكري قلت لي فاتت الرجلة يلحقها بالتوشان. مصر الثقافه العربيه جو بونس عندها 20 سنه ما استقبلتهاش باسكو سو راسيونيل سو راسيونيل لي جون عندو راسيونيل عندهم يحامي على الدوله تاعهم، مشو كيما تاوعنا الفياق هذوما يبعث لي فرقه من الجزائر باش تجي لمريال. شوف يعني الرخص اللي جامي شفته انا الفرقه تجي من الجزائر
تهزها ليطا الجيريا وتهزها شركه الخطوط الجويه الجزائريه بلاش وتوصل موريال ويجي الخشب بتاع السفير. احنا شاركنا في في المهرجان العربي لموريال. الوغ كل مهرجان العربي تاع موريال اللي دوتي دان بيجي دو 4 مليون دو دولار كي يجري ابارتير دو فانكوفر يجيبوا توعنا يضحكوا عليهم يبندروا شويه ويعطوا لهم واحد الورقه كيما هكا ويبيتوا في الاوتيل هو فرحان ويروح ومن بعد يجيب مجد الرومي يعطي لها 200 دولار يشوف لاني وصلنا وتجي هذيك خليده مسعود بالفياقه تاعها ويستيو فيك جاي ستيو فام كو جو كوني اللي فيني شي موا هذه المراه نعرفها وقت انا حطيتها منها ريبيبليك منها تعز هاك تشوف فيها واش راح نقول لك. اذا كان قطر اي دارت نجاحات لعليا اون ماتير دو فون سوفران عندهم اون تري بون اكسبيريونس باسكو ايزون ديجا اسمح لي برك ايزافي دو بون كونسيي ايزون فرانشي ديجا باش تدخل انت السوق البريطانيه ويحب لك فهمتي يلفو سيز اكسبيريونس لا نجيبوها كل ما نجيبوها يون في كومو هما ايزيتي بري حتى لو فون تاع التعليم عندهم ان بون عندهم صندوق اللي يدير التعليم والبحوث العلميه يفون ديبلاسي دي زونيفرسيتي بور فار دي ريشيرش في الدوحه وهما اي سون بري باسكو هما استراتيجيا يحبوا يديروا علاقه مع الجزائر اي جو في مو يا اخي انا باش الصور تدخل لي البلاد ونقدر نمشي البلاد هذا هو الهدف تاعي انا واش مدخل لي في الناس انا واش مدخل لي في الناس طيب لا عبد الوكيل بلام ما رايك في هذا الموضوع؟ سيد بوعقبه كان يقول انه ربما هو يفاجئ المشاهدين بالقول انه قد يتفاجئ لمن يستمع كلام بوعقبه يقول بانه انه سعيد لانخفاض اسعار النفط، هل يمكن ان هذا الانخفاض يشكل ربما فرصه لان لانعراجه جديده في تاريخ الجزائر لربما تلتقي حتى السلطه والمعارضه وكل الجزائريين لفتح افاق لهذا البلد؟ وانا اتفق تماما مع الاستاذ بعقبه لكن قبل لي شيء انا يعني حتى اكون حتى الواحد يعني احيانا يرغموننا على ان نكون يعني متفائلين يعني من كثره التشاؤم عندنا نبحث عن بعض منافذ التفاؤل عسانا نتنفس من خلالها انخفاض اسعار النفط قد لعل ما زالت به مسكه من عقل تدفعهم أن يفكروا بجدية في أن بلان مارشال ينقذنا مما نحن فيه إنهم يريدوننا مهاوي الهلاك وإنهم يريدوننا مهاوي الغدا ومهاوي الخراب وقد أيضا أكون متفائلا وقد يعجبني وقد أتفائل لهذا الانهيار لأسعار النفط حتى أقول لعل 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 تكون هناك هبة شعبية وانتفاضة سلمية يعني تخلصنا مما نحن فيه من هذا الكابوس الذي يجتم ويزال يجتم على صدورنا منذ سنة 1960 عن أي حكامة نتحدث عنها وهل هنالك حكم حتى يكون راشدا أو غير راشد يا سيدي هؤلاء يحكمون الجزائر بالهوى يحكمون الجزائر بالجنون يحكمون الجزائر باللامبالاة بالصدف يحكمون الجزائر بالصدف يعينون من يشاءون دبلوماسية حرجات تتخبط خبط عشواء اقتصاد ليس ذلك اقتصاد منظومة بنكية مهترئة قديمة معقدة قد تجاوزها الزمن منظومة إعلامية لا حدث عنها ولا حرج مساجد مهجورة فيها إما يعودون تعود أذهانهم إلى القرن الماضي تجاوزها الزمن مدرسة لا يمكن أن تصنف في أي تصنيف كان جامعة هي خارج تصنيف شنغهاي مدن قديمة تلوث سيدي وضيف عمومي بيروقراطية متمادية نعيش أزمة يعني يعني والله حتى انه لمن ظلم لمصطلح الحكم الراشد ان نناقشه في نظام حكم مثل النظام الجزائري يا سيدي. طيب ولكن ماذا عن كان محمد العربي زويمية كنت تتحدث عن خليده تومي وانك يعني خذلت فيها وكنت تعتبرها نموذجا يعني اليست خليده تومي نموذج ربما يفتح النقاش حول النخب هذه النخب التي ربما تنتقد كانت خالدة تومي كانت تقول بوفوار أساسان كانت تنتقد النظام ولكن بعدها دخلت الصف أليس المشكل في الجزائر ربما أيضا في غياب هذه النخبة التي بغيابها يغيب الحكم الراشد؟ أنا عرفت خالدة مسعودي قبل ما نروح من غادر الجزائر ديبي 90 جلي كوني أنا جلي كوني دون لو كادر سكون أبيل لي زيدي هذوما ريبوبليكان دونك من بعد كل واحد حكم هذاك اخر كاين انا من الناس اللي فيا نوع من
تاع كتيب انا يا لو كوتي لو كوتي ان تي بو تاع جماديه الافغاني بيرسيست فيا ما باش تفهموا مليح بون لا علينا، ولكن الكورونا دركا ماشي نخبه، هي دركا انا ما ندخلش في لي شوا بوليتيك تاعها. اذا كان هي فيان دو ديكوفري لو موند بلي راهو فيه الجر والجر والديار كي غير وين فاقت به وفاقت بوتفليقه بلي راهو هو اللي يسهل عليها. حنا نقولوا حوايج تضر بالبلاد، تي نو با بيي اون تروب ولا اون بارتيسيباسيون تاع البلاد على ظهر الدوله الجزائريه، وحنا هكا نضحكوا هيك للمهرجان عربي في مونريال اللي عنده ان بيجي باسكو اداره المهرجان فقط يعطوا لها صور باعتبارها يقولها احنا راح نديروا مهرجان البار الاونوم دالجيري اوسي مهرجان عربي. دونك عندك تو لي جون حتى اللي عندهم مشاريع في الدول العربيه واكبرهم اللي كانت تمد واكبرهم في مونريال اللي كانوا يمدوا هم اللي كان عندهم مشاريع في الجزائر، قال نمد انا الجاليه العربيه راح. ولكن علاش حتى يجي واحد مطرب من عنابه وما يسلكش ويسلك عصي الحلال؟ وعلاش يعني؟ علاه يعني واحد قال كي شاف شعير الناس حرق؟ حنا نحترموا الثقافه الكل، كل جون يحترمونا، كل جون الناس الكل يحترمون. علاه المطرب الجزائري ما حتى هو ما ينيغوسيش معاه؟ يطوندوني كو سيت هذا المهرجان هذا بصواب، علاه نجيبوا على 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 الخطوط، نجيب الخطوط الجويه الجزائريه بلاش وتبعثوا وتبعثوا هالاخت هذه ولا في الرافاج، لا في ان ماساكر في لاكولتور، لا في ان ماساكر، يعني ان ماساكر اللي يسهل عليها تكون لا ريبوبليك. انا ماشي لا ريبوبليك، طيب. اسمح لي فقط، انا نحترم انسان، والله العظيم نحترم انسان، نحترم انسان اللي يعود يدافع الفكره تاعه وما تغيرش، ما يغيروش واش اسمه لوبورتينيزم جو لام با. يدافع عليه نقول والله ما نتفاهمش معاه، بصح السيد هذا ما تبدلش، ولكن تبدل لي زيسلاميست فيهم اللي يتبدلوا، لي ريبوبليكان فيهم اللي يتبدلوا، كل واحد وتربيته، كل واحد الاسم تاعو مزروبه. ما جاتش لا ريبوبليك، جابوا تفليقه قالت لك سيتي اوكازيون، اون با كومبري لا في، الا كومبري الا لا كومبري لا في، اي فوالا الي بارتي افيك بوتيفليكه، اي فوالا الا مي لا ميرد في لا كولتور، هنا ورانا. طيب المهم عبد الوكيل بلام، طبعا ماذا عن هذا الموضوع؟ يعني اساسا هناك من يقول ان المشكله في غياب الحكم الراشد في الجزائر، في عدم انتقال الجزائر ديمقراطيا، وعدم يعني تطور الجزائر بارثها التاريخي وموقعها الجغرافي وثرواتها، هو غياب هذه النخبه التي او الطليعه التي تتصدر البلد. أفضل، لكن هو ليس غياب بقدر ما هو تغييب سيدي. يعني في هناك أيضا نخب صادقة، نخب وطنية، نخب متمكنة على مستوى يعني ممارسة نظام الحكم في حالة ما إذا توفر لها ذلك، لكنها مغيبة ومبعدة. في هناك رؤساء حكومات اقصوا لانهم اختلفوا مع هذا الرئيس، هناك وزراء ابعدوا، في هناك ناس اثروا من دوله. لكن هناك في ايضا، لكن هناك ايضا في المقابل عبد الوكيل بلامن كان ينتقد النظام وداخل الصف، وكانوا عمار بن يونس كان ينتقد السلطه، خالد تومي، نماذج كثيره من كانوا من النخبه هذه التي المفروض كان لها راي اخر، ولكن بعد ذلك دخلت الصف مع السلطة، ليس كذلك؟ طبعا سيد، لكن يا أخي يعني هم في نهاية الأمر بشر، هم في نهاية الأمر بشر، والمعارضة فيها الضعيف، فيها طويل النفس، فيها المستميت في نضاله ومواقفه وعلى مبادئه، وفيها من يعني يتعرض لبعض الضغوطات وبعض الإغراءات فيستسلم. يعني الله يهديهم، ناس كما غول ولا ناس كما عمار بن يونس ولا ناس كما خالد المسعودي، ناس لا يمكن ان نشكك في نظراتهم السابقه، لكنهم بعد ذلك انقلبوا ونقصوا على اعقابهم واثروا الانزواء الى جانب السلطه وكفوا عن كل شيء، ويعني ودرجوا على يعني على مهنه يعني خسيسه غفر الله لهم. اما في المقابل في هناك اناس مثل يعني عبد النور، مثل الاستاذ بوشاشي، حتى انا سميت تلاميذ يعني، ولكن ظهرت الانشقاق، وظهرت النكوص، وظهرت الانشقاق على الغير، وظهرت تغيير المواقع. هذه حتى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقعت من الصحابه من هاجر الحبشه وارتد نصرانيا ومات على نصرانيته، وتزوج الرسول بعد ذلك صلى الله عليه وسلم زوجته ام حبيبه، وحتى في الطور الجزائريه من منا لا يعرف قصه كوبيس كوبيس عبد القادر بن الحاج الجلالي الذي انعقد في بيته في ضيعته
في مزرعته في سنة 1948 أو 46 أول اجتماع تأسيس نوس، هذا الذي أسس نوس انقلب عليه. طيب هل الجزائر الآن في حاجة الآن في اعتقادك مع هذا الوضع، مع انخفاض أسعار النفط، مع المخاوف من أن يؤثر ذلك على الصلابة المالية للبلد وبتبعاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، هل الجزائر بحاجة الآن إلى بروز هذه النخبة التي تحقق هذا الانتقال الديمقراطي وربما حتى الاقتصادي في البلد، لبلد لا يعتمد فقط على النفط إنما على اقتصاد المعرفة، لما لا على موقع الجزائر سياحي مثلا وعلى خيراتها؟ طبعا الجزائر اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى بروز النخبة وإلى تحركها، ويجب أن لا مانيا لا ننافق بعضنا، الجزائر لها تملك كل إمكانيات النهوض وكل إمكانيات الوصفة الاقتصادية. فعلا أن غياب الممارسة الديمقراطية، غياب الديمقراطية والحرية هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، لكن أنا أظن أبدا من ذلك انفريد الانتقال الديمقراطي يجب أن تنتقل إلى سرعة أكثر مما عليه الآن. هذا النظام لم يتنازل يوما على لمطلب المعارضة إلا عندما كانت المعارضة في أشدها وفي أعلى مستويات قوتها. أنا مع يجب أن يكفوا على هذا المطالبة ولقاءات الصالونات ولقاءات الجوارية، طبعا هذا جميل والحضور الإعلامي جميل والتجمعات جميلة، لكن هذا النظام أثبت لنا أنه لم يتنازل عن دسترة الأمازيغية إلا حينما خرج القبائل إلى الشارع، وإلا عندما يحصل فيهم في القضاف إلا جاء التنازل. حتى شوف هناك أحداث تبقى، مثلا الوالد تعنت في منح قطع أراضي عندما خرجوا وعندما دفعوهم إلى أن يعني إلى أن يقتلوهم في اليوم الموالي. الوالي يصرح بأنه مستعد لأن يمنح 3000 ما يقارب 3500 قطعة أرض، أصبح مثل ما أقول أنا أصبح الآن الشغب مصدر السلطات وليس الشعب مصدر السلطات، على أن هذه النخب أن تتكاتف وعلى أن تتعاذر وأن تخرج إلى الشارع في مسيرات، مسيرات سلمية طبعا، مسيرات لا تدعو إلى عنف ولا تمارسه ولا تعارض عليه، لكن ما لم يحس هذا النظام أنك قوي وإنك تشكل عليه خطر فقسما بالله العظيم لن يعتبرك إلا لا شيء ولن يعتبرك إلا لا حدث. عندما يحس بالخطر، عندما يعرف أنك قوي وأنك هنا وأنك يمكنه أن تدفعه للتنازل فيتنازل إذاك. شكرا جزيلا لك عبد الوكيل بلام الإعلامي الجزائري، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. ما رأيك محمد العربي زويمية، هل المشكلة مشكلة هذه القوة أم أن المشكلة الآن في ضرورة أن يتأسس فعلا حكم راشد في الجزائر؟ يعني مهما كان منكم في السلطة في المعارضة، المسألة يعني تخص الجميع، في الكل في مركب واحد. يعني التجارب أثبتت مثل ما كان يقول بن بيتور مثلا اليوم في الشروق، أنه مثلا مبارك وبن علي لم يستمتعا بما اكتنزوه من أموال لما سقط نظامهما. هل الفرصة الآن أمام الجزائريين في اعتقادك على يعني مأساوية ما انخفاض أسعار النفط فرصة لكل الجزائريين أن يغيروا الاتجاه، اتجاه السفينة التي بها الجميع نحو مياه أكثر أمنا باقتصاد أكثر تنوعا وبمزيد من رص الصفوف اجتماعيا وسياسيا وثقافيا في البلد؟ سي جمال، انا نقول لك فقط باللي خايف شويه ما يكونش حتى باش تصلح الامور تكون عندك لي مويان فينانسي. جو بونس الناس هذوما حالفين يدفنوها باش كيتيو، يعني المشكل سيكون بعد كيفاش راح تتصلح. ولكن نقولوا حاجه ديما نستفيدوا من التجارب تاع الامم، كما قال لك ابراهام ليكون يقول او ديبي تو الموند ايتي انوسون، من البدايه الناس كل قبل الغلطه الناس كل ابرياء، دونك اون ايساي دافور لو كونسنسوس لو بلو لارج بين الجزائريين. ونيميريكمون لازم يتجيره، ما نقدرش ثاني نمشي 200 حزب وكل واحد يحب يولي لي وزير وما تفلاش، باسكو لوبورتونيزم ودخل عند الناس، فهمتني؟ دخل بزاف الانتهازيه السياسيه عند الناس وتري ديفيسيل باش تجيري الحزب السياسي كسوا اسلاميست ولا ريبوبليكان نيمبورت كوا. فراوها غير لي ريبوبليكان تاع الامريكان، شكي في كاينه نخبه اللي مد 100,000 دولار للبارتي، هذاك هو يسموهم لي بيوني اي لي روجرز،
مي الانتهازيه السياسيه خطيره وكذا لانديسيبلين. هاك تشوف كل مره نسمعوا واحد وهذوما المعارضه واش راحين يديروا ولازم يروحوا ينزلوا للشعب تقول هما في بلاصه واحد 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 الهضرات، لانه عندنا بزاف وحنا لازم نعرفوا الجزائريين بلي رانا شعب واعر. بورقيبه قال لبيبل الجيريان ان بيبل ديفيسيل، جورج واشنطن ادي لبيبل الجيريان اي تان بيبل اندوبتابل على غير اي ديفيسيل. حنا باش نتنازلوا على انا راه دير الديفيسيل يقول لك وعلاه ما عيطيليش انا وهذيك المعارضه واش هو وهما جوامز وما عمليش انا. اون ان بروبليم دو ديسيبلين اي دورغانيزاسيون، واللي يجيك في الحزب معاك لازم تنيغوس كما الاحزاب اللي معاه بنفليس وكل يستنوا في وزير كيفاش راح يجي ريحه، هم اي سون بلان دان كومبيتون. حنا واش نقولوا باللي تكون عندنا الكوراج باش تكون عندنا ان فير بلاي دو فاسون اسكو نديروا الامم اللي فاهم يتدعم بكل يعني بدون عقده. إن فو با نفزدوا العقليه هذه نتاع تزاكيز بوريان دي تو ولا التكسار لا بون ايدي، لازم يلقى لك فكره اخرى ميم تكون 95% صحيحه لازم يريبها لك يلقى لك 5% باش يطيح لك الفكره تاعك. ان كونسنسوس، ان كونسنسوس سوليد يتحدد فيه المفاهيم تاع الاساسيه تاع بناء الدوله، لانك راك تواجه في ان بوفوار تري دونجورو اي لي لو بلو دونجورو لو بوفوار لو بلو دونجورو في لا بلانيت، لانه طيب ولكن داخل هذا البوفوار داخل هذا النظام اليس هناك من يعني عقلاء من يرون بانه في اخر المطاف الحكايه تهم الجميع سواء في السلطه او الكل في مركب واحد؟ اليس الجزائر عندها هامش مناوره معقول يعني برغم انخفاض اسعار النفط تبقى في وضع مالي معقول، ألا يجب استغلال هذه الفرصة التاريخية لهذه النقلة الحقيقية سياسيا وحتى اقتصاديا؟ سي تري ديفيسيل لو كونتكست دو جروب دو بوفوار خاطر مش لا ديناميك نتاعو هي اللي تحدد يكون عاقل ولا مش عاقل، وما كانش العاقل ديجا كون جا سي امبوسيبل ميم يكون عاقل يا حاكم سابع وما يقدرش، لانه يقدر حتى في لو بوفوار اونتربرونور في الغوات هو اللي يحدد المسير. لا ديناميك اللي بيرفيرتي بعد لا ديناميك اللي ديفيسيل لانها كاين وش هو البوفوار هذا؟ البوفوار دركا سي الاسمه تاعو لو بوان دورغ نتاعو هو الرشوه اي لارجون سال. اي سي تري ديفيسيل، ما كانش في العالم احزاب سياسيه قدرت تغلب راهو بعبع سي تا مونستر كي يدخل الصوارد والرشوه تولي تفونكسيوني البوفوار، لانك بوتفليقه الناس تقول لك باللي راهو الى فالسيفي، جو بونس با كي لا فالسيفي. إلا سيفيزامون دورونتي قادرين يديروا الانتخابات، لأنك أنت ما تقدرش غدوة حتى في البلدية تو نا با لي مويان دو فير فاس للجماعة كل اللي قاعدة مسركلة البلدية ومسركلة الولاية بالمشاريع وكلش، إيزون بلان لي مويان باش يدوا. طيب ولكن هؤلاء في آخر المطاف أليس لهم أبناء؟ يعني جميع حتى من يستفاد من هذا الري يعني حتى هو كان مواطن أنتربرونور أو في الإدارة أو مهما كان، هذا البلد أليس فيه أبناء وأحفاد وماذا سيترك هؤلاء يعني؟ مي لا ديناميك دو لارجون يا با دو سنتيمون حتى يطيح تشعل باش يفيق بها نهار وين يشعل، سيتادير إي سو رونكونت هو بلي راه سي لافا كي يحكموا كونسير ويموت، بعد يقول لك والله العظيم كون دري. ان بروبليم لارجون سي ان بروبليم دوبوي لا نوي دي تون سي ان كرون بروبليم، لورسكو لارجون تانجيكتي في العقلية تاع الإنسان يروح يقول لك وندي وندي وذاك وما على بالوش شو كي فيه مهما تقول له أنت، غدوة تقول له ويعرضك في النشرة تاع التلفزة الجزائرية، والاستقرار يبدا يتمهبل عليا نحب ناكله وأنا اسمح لي، باسكو في عقليته بعد إل تروف سي سا ريزون داتر، سي سا ريزون داتر، واحد ما يقدرش يخرج من يكون ضد لا ريزون داتر، وقت يكون وقت تحبس كي يموت ولا كي تكسبلوزا لو بيي وبيرسون واحد ما يقدر يلقى لها حل، لانه جارك نهار وانت كلوزا يجبد عليك الموس يقول لك خويا اعطيني صوارد باش ناكل. هذا هو الشيء اللي نقدر نقول لك انا. شكرا لك محمد العربي زويميه الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر خدمه سكايب من الولايات المتحده. الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه، شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.